بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي صاحب محمود الشامي، باجي على بطالب بالافراج عن ابني مصطفى احمد البرادعي. انا باجي من محافظه الغربيه، بقالنا 9 شهور دلوقتي بنيجي كل حد وكل 4 مرتين في الاسبوع، متبهدلين ومحدش سامع صوتنا. ومحدش كام في الشهر النهارده؟ كام في الشهر النهارده؟ 28. لا 27. النهارده 27 تسعة. كان يعني كل اسبوع بنيجي هنا، خدنا وعود كتيره من الخارجيه، وخدنا وعود كتيره من السفير السعودي من قبل رمضان، قابلناه كذا مره، وكل مره يقول لنا ان شاء الله يخرجوا. قبل رمضان باسبوع جينا وقال لنا ان شاء الله يخرجوا في العفو الملكي اللي هيكون في شهر رمضان قبل العيد، وطلع كذاب ما وفاش بوعده. جينا له بعد العيد وقابلناه برضه، وادانا وعد تاني بعد 10 ايام، ونفس الكلام بيتقال لنا ان شاء الله كل مره 10 ايام 10 ايام. هو دلوقتي بيتهرب مننا ومش عايز يقابلنا، فاحنا تعبنا. يعني ليه مش عايز حد يقف جنبنا؟ لا لا لا، لا مجلس عسكري ولا رئاسه وزراء ولا اي حد. يا ناس حسوا بينا. معلومات على ابنك يا حاج. ابني اسمه مصطفى احمد البرادعي، سافر من سنتين، سافر يشتغل عامل كمبيوتر، وهو دلوقتي موجود في سجن مباحث أبها بقاله سنتين بدون تهمة بدون محاكمة. فأنا بناشد اللي ماسكين البلد إن هم يقفوا جنبنا. اتقوا الله فينا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني حرام، إحنا متبهدلين. أنا مش من القاهرة، أنا باجي من المحلة. يعني نروح لمين ونقول يا مين؟ إذا كنتوا أنتم مش عايزين تنصفونا، انتوا مش حاسين بينا، صوتنا ما وصل لكوش، قضيتنا ما وصلت لكوش، قدمنا كشوفات بالاسامي بتاعتنا لكن لا حياه لمن تنادي. ليه تعتيم؟ هنفضل مذلولين لامتى؟ هنفضل الجزم محطوط على راس المصري لامتى؟ هيفضل لامتى المصري ملوش قيمه وملوش كرامه؟ لامتى هنفضل متبهدلين؟ انا بقول لبناشد الملك السعوديه يسيبهم يرحلهم، احنا مش عايزين البلد، مش عايزين الفلوس، انا عايزه ابني. ابني هو العائل بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ام امين احمد المهد، ام احمد محمد السعيد، احمد محمد السعيد، معتقل قرب على 3 سنين في سجون الدباب السعودي بدون تهمه بدون محاكمه. وتعبنا ولفينا ورحنا المسؤولين وللمشير، وقبل كده الرئيس وابو الغيط، من يومها بنجري والله. وتعبنا احنا من البلاد، انا باجي من محافظه الدقهليه من بعد منيه الناس، وابني متجوز ومعاه فاتح 3 بيوت ومعاه 4 اطفال ومعتقل، وجينا وبناخد وعود وبنجي. رحنا الخارجيه ورحنا العصام شرف ورحنا مجلس الوزراء وكل والمشير والخارجيه، وبنجي عند السفاره وبدونا وعود ومحدش بيسال فين. يعني يرحمونا ويرقفوا بحالنا اللي هناك واللي هنا، بعزم الاطفال والامهات اللي ما عادش سنهم يسمح ولا نفسهم للجري والمروار، وهم ما عملوش حاجه، ولا هم كويسين واخلاقهم عاليه كلهم والله. يعني نعمل ايه؟ تعبنا نروح لمين؟ المشير والوزراء وده ما خليناش ولا مكان ما رحناه، نروح لمين؟ والاطفال دي تعمل ايه يعني؟ هم اللي بده كده الناس تسرق ولا تعمل ايه؟ انا مش عارفه نروح لمين ولا بدون تهمه بدون محاكمه. عندهم اولاد وحسوا بايدي وجربوا يعني عيالهم تبات ليله بره ومعتقلين، وبعذبوهم وبهدلوهم وخبنجك وعود وعود وما فيش حل. اسمي عفاف عبد الله علي، زوجة الأسير خالد محمد موسى عمر، مسجون في السجن أبها بقاله 7 سنوات بدون تهمة ولا قضية ولا حكم، وإحنا مش عارفين دلوقتي. رحنا للسفير السعودي كذا مرة عشان خاطر نطالب بإخراجه ويدينا وعودات، وما نفذش ولا وعد من الوعودات ديت. رحنا للخارجية المصرية، قالت لنا إن هي بعتت لهم وبتقول إن السلطات السعودية هي اللي معصلجة المواضيع وهي اللي مش راضية بإخراجهم. وإحنا دلوقتي عايزين نعرف راسنا بس من رجلينا، هل الناس دي عملت حاجة؟ لو عملت حاجة ادوهم حكم واحنا نستنى الحكم ونصبر، لكن ما نفضلش كده مش عارفين.
شايلين راسنا من رجلينا، واحنا امهات وعوائل وعندنا اولاد. انا عندي 5 ابناء، 5 ابناء بقالي 7 سنين قاعده بيهم لوحدي بشتغل عليهم. هفضل كده لغايه امتى؟ يعرفونا ان كانوا هم هيطلعوا ولا مش هيطلعوا، هياخدوا احكام نستنى احكامهم ولا مش هياخدوا، نعرف راسنا من رجلينا. انا زوجي اتعرض مرتين للمحاكمه في السعوديه للقضاء السعودي، القضاء السعودي ادوله مرتين براءه، ويجدد السعوديه تجدد اعتقاله من غير اي سبب. طب انا عايز اعرف جوزي مدفون تحت الارض ليه؟ مسجون ليه؟ قعد سنه بحاله سجن انفرادي في تعذيب، كسروا له كتفه، كل الكلام ده انا عايز بسال الملك عبد الله، بقول له انت ليه عامل فينا كده؟ احنا عندنا ابناء، الابناء ديت ليل ونهار بتدعي ربنا وبتقول لك ارجوك ارجوك طلع ابوهم. يعني نتوسل لمين؟ نتوسل لله سبحانه وتعالى ثم انت، ونقول لك لو سمحت يا ملك يا عبد الله طلع ابو العيال، حرام عليك كده، احنا تعبنا والله العظيم تعبنا، مش قادرين نستحمل اكتر من كده. انا واحده تعبت خلاص، تعبت من كتر الشغل على اولادي، تعبت من كتر المسؤوليه، طلع ابو اولادي ارجوك، طلع ابو اولادي، اتوسل اليك طلع ابو اولادي، مش هقول لك اكتر من كده. ارحمني، انت عندك عيال، وارحم ارحم امي شيانه على اولادها، ارحم امي ما نفسها اللي زوجها يرجع لها ويعففها من خروج من بره، يقعد في وسط ولاده، يخلي باله من ولاده. احنا ضايعين والله العظيم، احنا ضايعين، مش هقول اكتر من كده، وربنا المستعان.